مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من نفحات إيمانية. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأصدق التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا رب إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا رب اشف مرضانا، اللهم يا رب اغفر لمموتانا، اللهم يا رب عليك بمن عادانا. آمين آمين رب العالمين. لكل المشاهدين، إخواني المشاهدين، اليوم نتحدث حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع رسالة الإمام. الإمام وما أدراك ما الإمام. الإمام في ديننا عنده مكانة مهمة جدا جدا. الإمام اللي يصلي بنا في المسجد صلوات الخمس، والإمام اللي يخطب علينا يوم الجمعة ويدرسنا وينبهنا ويذكرنا، هذا هو الإمام المقصود. يعني كلمة الإمام هذا تقصد، يمكن نطلقها على الحاكم، إمام يسمى إمام، أو الإمام اللي نعرفه نحن اليوم، اللي هو الإمام اللي صلي بينا ويوعظنا ويذكرنا ويخطب علينا ويدرسنا ويفقهنا. الإمام هذا أهميته أين تكمن؟ أهميته تكمن أنه وارث للنبوة، يرث النبوة، من وراث النبوة. عندنا الإمام والعالم. الإمام قد يكون عالما أو قد يكون واعظا أو طالب من طلاب العلم، والعالم اللي يدرس، هذن في زوز يرثون النبوة، سواء كان أستاذ أو معلم أو المهم، هذا يرث النبوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما يعلم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، كما قال الشاعر. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، لأنه يرث الرسول، يرث النبي. الإمام كذلك يرث النبي. فيما يرث النبي؟ يرث النبي في القول والعمل والحال. فهو يتكلم معنا كما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وله حال تختلف عن الأحوال العادية للناس. لأن الإنسان لما يكون ربانياً، أصل أن الإمام يكون كذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فلما الإمام يكون ربانيا وهو كذلك، يصبح هذا الإمام يعيش حالة إيمانية، حالة روحية راقية جدا، حتى إذا جلست إليه أو بجواره في المسجد تشعر بنشوة، تشعر براحة، تشعر بطمأنينة كبيرة جدا 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 جدا. هذا هو الحال. الحال معناه أنه قريب من الرب سبحانه وتعالى، لأن الإمام عادة يكون يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل كثيرا، يسبح يحمد، قريب من الله. فلما يكون قريب من الله، فإن هذا الإمام يصبح محاط بجو من السكينة ومن الطمأنينة ومن القرب من الله عز وجل. حاله هذه إذا جلس إليه الإنسان العادي يشعر بهذه الحال، بهذه الطمأنينة، بهذه اللذة النورانية الإيمانية الروحية، هذا الانتشاء، هذه الطمأنينة العجيبة، هذا الأمن الكبير، أمن كبير جدا يوفره الحال. إذن الإمام يرث النبوة في العلم والعمل والحال. ما هو دور الإمام؟ يصلي بينا. مش معنى يصلي بينا؟ يعني يؤمن لنا أهم شيء في الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل أفضل الأعمال
وش هي؟ قال الصلاة على وقتها. فهو يضمن لنا أفضل شيء على الإطلاق في دين اللي هو الصلاة على وقتها. يعمل هذا الإمام تاع الصلوات، الإمام الذي يذكرنا، الإمام الذي يخطب فينا، الإمام الذي يوعظنا، ينبهنا، يأمننا شيء مهم جدا آخر جدا جدا جدا، وهو تجدد الإيمان في قلوبنا، تجدد العلاقة بالله، الإقبال على الله عز وجل. والذكر كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإيمان يذكرنا، يعظنا، ينبهنا، لأن الإنسان يغفل، ينسى، كما قال ذلك الصحابي الجليل لما نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم: يذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي العين، فإذا رجعنا إلى ديارنا إلى أهلنا فعافسنا الضيعات والأزواج والأموال وكذا، نسينا، ننسوا الله عز وجل، ننسوا. كاين بعض الناس ينسى حتى الصلاة، ينسى الإنسان علاقته بالله عز وجل، ينسى ذكر الله عز وجل، ينسى. لما يجي للمسجد يوم الجمعة، ولذلك الجمعة فرض. علاش فرض؟ لأن حتى تحصل عملية التذكير، حتى يتجدد المؤمن في الأسبوع مرة على الأقل، يتشحن شحن، الشحن الإيماني، الشحن النوراني الروحاني. لما تروح للمسجد فأنت تشحن البطارية نتاعك، البطارية نتاعك تشحن، الإمام يشحنك، يزودك بالقضايا الإيمانية، القضايا الفكرية المهمة جدا. فهو يعمل على أنه يبعدك عن شرور هذه الدنيا ويقربك إلى الله عز وجل، يقربك إلى رحاب الله عز وجل، يرفعك من تجاذبات هذه الدنيا وهذه الشهوات وهذه الأهواء إلى مستوى رفيع جدا، إلى مستوى عالي، إلى مستوى الملائكة، إلى مستوى الطهر والنقاء والرفعة والريادة والمستوى الرفيع. هذا دور الإيمان. فالإمام يعمل شيء أساسي جدا، فهو يسوسنا، يعمل على أنه ينبهنا، يقودنا إلى ماذا؟ يقودنا إلى ضمان الآخرة. شيء مهم جدا. الناس، كل الناس يجروا باش يضمنوا الدنيا، المعيشة، الكذا، كل الناس يتكلموا في الإطار هذا. والدنيا هذه لا تساوي شيء عند الله عز وجل، لا تساوي جناح بعوضة. والكلام الكل والهرج الكل على الدنيا، الصبالي كل الناس. الإمام وش يدير؟ الإمام يسوسك، يقودك، يعمل على أنه كيفاش يسهل لك ويعاونك ويوفقك ويساعدك في أنك تضمن الآخرة. والآخرة خير من الدنيا، الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة، الدنيا لا تساوي شيء أمام الجنة. الجنة تدخل فيها مرة واحدة وتخرج لما تكون أشقى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتعس الناس وأشقى الناس وأتعب الناس في الدنيا، غمسة واحدة في الجنة تقول وكأنك من اللي خلق رب سبحانه وتعالى وأنت في النعيم. كذلك بالنسبة للجحيم والعياذ بالله النار، لما الإنسان يكون أهل النار يدخل مرة واحدة في النار ويخرج وكأنه من اللي خلق هو في الجحيم، ولم يرى شيئا من ملاذ الدنيا على الإطلاق. الأصل هو الآخرة، نحن رب سبحانه وتعالى خلقنا للجنة، خلقنا، ولذلك أسكن أبانا آدم، رب سبحانه وتعالى أسكن أبانا آدم في الجنة. خرجنا إلى الدنيا كاستثناء للاختبار، للامتحان، باش ربي اختبرنا باش يمتحنا، ثم نعود إلى الجنة. الإمام وش يدير؟ الإمام يعاوننا ويساعدنا وينبهنا ويذكرنا ويرشدنا إلى أننا نضمن الآخرة، وهو رب سبحانه وتعالى هو الضامن. هو إنك لا تهدي بمن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن هو يعمل في هذا الإطار، فهو يرث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار، يعظنا ويذكرنا وينبهنا، فننتبه فنعود إلى الجادة، اللي يتوب يتوب، واللي ينصلح حاله ينصلح حاله، واللي يقبل على عز وجل إلى غير ذلك.
لا يأتي الآن إلى قيمة الإمام في المجتمع. الحمد لله إحنا كمسلمين من بكري عندنا الإمام عنده قيمة كبيرة جدا. بكري في القرية الإمام عندنا كاين كبير الدوار وكاين الإمام، هذوما في زوج اللي عندهم قيمة ويتشاوروا مع بعضهم وعنده قيمة وهو مبجل ومحترم. لماذا؟ لأنه سبب الأمان. الإمام هو سبب الأمان، هو سبب الأخوة المحبة، هو الذي يصلح بين الناس، هو الذي يبعد عنا الشرور شياطين الإنس والجن. الإمام يكافح الشواطن ويقرب المؤمن إلى بعضهم البعض، فهو يساهم في توحيد المؤمنين، في طمأنينة المؤمنين، في عز المؤمنين، في تنبيه المؤمنين، في تذكيرهم إلى غير، فهو عنده مكانه. ولذلك بكري يحكونا أبائنا وجدودنا أن الإمام يخصوه دائما أفضل حاجة لما تكون العائلة عندها يدوا منها الإمام. بكري كان البيض عزيز ولا اللحم ولا الأشياء ولا الأشياء ذي والحلوى كذا يدوها للإمام. لماذا؟ لأن الإمام مهم جدا 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 جدا، هو اللي نستنصره به، هو اللي لما تشتد علينا الأمور الإمام هو الذي يكون سببا في فتح أبواب الخير. الإمام لما يحصل بعض الناس، يعني بعض الناس ما يعرفوش قيمته، هؤلاء الناس شاذون في المجتمع. أصل فينا أن نحن المعلم والأستاذ والإمام والحاكم، هذوما عندهم قيمة كبيرة جدا في المجتمع. وحتى لو كنت تكون فيهم نقائص والأخطاء لازم نخبوا عليك الأخطاء ذيك ونصحوهم في السر، ولأنهم هذم المعلم والإمام والحاكم واللي يدخل في 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 ضمنهم، يعني يدخل في ضمنهم اللي يحقق المصلحة العامة. هؤلاء مهمين جدا لوحدة المجتمع وتماسكه وتحقيق مصالح الناس وتحقيق الأخوة ودرء المفاسد اللي هي العداوة والتضاد. كله يقوم به الإمام يحقق كل هذه المصالح. فإحنا لابد أن نهتم به وأن نعطيه القيمة نتاعه وأن نبجله وأن ندعو له وأن نحترمه وأن نتغاضى عن نقائصه وأن ننصحه في السر كما ننصح للمسؤول. كل هذا هو من صميم الدين نتاعنا، هذا كله من صميم الدين نتاعنا. ولذلك الإمام علاش يسموه الإمام؟ لأن يجي في المقدمة، يجي في الأمام، لما يصلي بينا يكون هو الأول. نسأل الله عز وجل أن يكرم أئمتنا وعلماءنا والأساتذة نتاعنا والمسؤولين نتاعنا ويحفظ بلادنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. آمين رب العالمين. مشاهدي الكرام، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في فرصة قادمة. تركوا في رعاية الله، والسلام عليكم.